السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم على الفتيس بتاع العربية، ازاي نحركه، وكمان هنتكلم على ايه الحاجات اللي ممنوع نعملها علشان نحافظ على الفتيس علشان ما يتحرقش او الدروس تتحطم بتاعته. وكمان هنتكلم عن فرامل اليد هي الزرار اللي هنا، وهنتكلم عن معنى الانوار اللي هتظهر. قبل ما نخش في الموضوع، رجاء الضغط على اللايك والكومنت إذا كان لديكم أي سؤال أو أي ملاحظة، وياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتدوسوا على علامة الجرس حتى يصلكم الفيديوهات الجديدة اللي هنعملها إن شاء الله، علشان هنشرح كل حاجة في العربية الجيتور. تعالوا نتعرف على الفتيس بتاع العربية. الفتيس بتاع العربية في زرار الباركينج هنا، وده اللي بتعشق بيه العربية بعد ما بتقف، ولازم تكون العربية واقفة تماما قبل ما تدوس عليه، يعني ما ينفعش تدوس عليه وهي ماشية. الحاجة التانية عندنا هنا من الجنب في زرار تاني، الزرار دوت لازم ندوس عليه عشان نتحرك من البارك للريفرس، تتحرك من الريفرس رجوع لورا وهي العربية ماشية، وبعدين لازم تقف تماما عشان تحرك العربية لقدام. وممنوع انك انت تتنقل من الدرايف اللي هو العربية ماشية لقدام وتحط على الريفيرس الا لما العربية تقف تماما. دلوقتي الانوار اللي عندنا ديت والحروف، عندنا الار ده الريفيرس الرجوع لورا، والان دوت العربية مش متعشقة، وديت بتستخدم في حالة اذا انت عايز تزق العربية او لو في الونش هيسحب العربية بجنزير او بحبل لازم يتحط على النيتر. الحاجة التالتة اللي تحت الدرايف ديت حركة العربية لقدام، وزي ما قلنا ممنوع تنقل العربية من الدرايف للريفيرس او العكس من الريفيرس للدرايف وهي العربية ماشية، لازم تقف تماما. عندنا على اليمين ديت البي ديت الباركينج اللي هي العربية واقفة والفرامل مشدودة الفتيس معشة. الام يعني مانيوال، يعني هننقل الحركة بتاع الفتيس التروس من 1 لـ 5، ودي هنعملها حلقة مخصوصة. دي النقل مش هيبقى اوتوماتيك، النقل هيبقى مانيوال، احنا اللي هنعمله هنختاره، وهنعمل حلقة ان شاء الله قريب عن الموضوع دوت لوحده. جنبهم هنا فرامل الايد بتتشال اوتوماتيك في حالة إذا لازم البيبان كلها تبقى مقفولة وحاطين الحزام والعربية على الريفيرس أو الدرايف، وندوس على دواسة البنزين. أول ما ندوس على دواسة البنزين هي هتنزل أوتوماتيك، لكن لو مش لابسين الحزام هي مش هتنزل أوتوماتيك، لازم الحزام نبقى لابسينه علشان الموضوع ده يحصل. طيب تعالوا نشوف كده الفتيس بيشتغل إزاي. الفتيس أنا دلوقتي لو حركته كده أو كده هيديني تنبيه إن أنا مش دايس على الزرار اللي في الجنب ومش دايس على الفرامل. لازم ندوس على الفرامل الاول وبعدين ندوس على الزرار اللي في الجنب. بعد ما عملنا الحركة لورا بتظهر الكاميرا قدامنا علشان تورينا المناطق اللي حوالينا ورا العربية ومنظر العربية من فوق ايه، وكل اللي حوالينا قدام ورا شايفينه على الشاشة. واذا العربية عدت ورانا بتبان في الشاشة، لو العربية عدت من مسافة قريبة بتدي جرس انذار. دلوقتي شايفين في الشاشة عربية عدت ورانا فعملت انذار صوت. طيب دلوقتي احنا عايزين ننقله من الريفيرس للدرايف، هنشوف كده من غير ما ندوس على الزرار اتنقل، بس لازم نكون دايسين على الفرامل والعربية لازم تكون واقفة تماما. ولو عايزين نروح على النيوترال هنعملها برضو من غير ما ندوس على الزرار اللي في الجنب، راحت. لو عايزين نرجع للريفيرس مش هيرجع الا ما ندوس على الزرار، لكن ممكن نروح على الدرايف تاني من غير ما ندوس على الزرار. بعد كده لما هندوس على البارك هتيجي لمبة البارك منورة وهيتعشى. برضو هنا على الشاشة قدامنا هنشوف حرف البي هنا، وده البارك. ولما نغير الفتيس على الريفيرس هيتحول لار، لما نروح للان نيوترال
ظهر ال N، ولما نروح للدرايف عندنا الدرايف. وبرضو لو رحنا على المانيوال هتظهر اللي هي نقل السرعات، احنا اللي ننقلها مش اوتوماتيك. لو رحنا على المانيوال عشان ننقل السرعات احنا اللي هننقلها في الوقت اللي نحدده وهي العربية ماشية، هيتغير منظر لواحد، وبعد كده هيبقى من واحد لاثنين ثلاثة اربعة خمسة. هنرجع تاني على الاوتوماتيك، احنا الوقت على الدرايف. هنشوف هنا الباركن بريك، لو احنا شلنا رجلينا من على الفرامل هيفضل محطوط، ولو دوسنا على البنزين برضو ايه العربية ما اتحركتش. عشان نتحرك الباركن بريك هنا لازم نشيله، فهو بيتشال بطريقتين. لو احنا حاطين الحزام اول ما ندوس البنزين هينزل لوحده، لو مش حاطين الحزام هنعمله بايدينا كده. دلوقتي عايزين نتحرك لقدام لازم برضو ندوس على الزرار اللي في الجنب هنا ونعمله واحدة كده لورا لغاية لما يبقى على الدرايف حرف الدي. وهنا برضو هنشوف على الشاشة حرف الدي، واحنا بنتحرك لقدام الكاميرا بتتحول الرؤية الأمامية وبعد كده ايه بتختفي، لكن لو انت بتركن وانت بتقرب من الرصيف مش هتختفي لغاية لما تركن. طيب بعد ما بنقف وعايزين نحط الباركن بريك الفرامل ونعشق العربية عشان نطفي المحرك، هنيجي هنا وندوس على الزرار ده اللي مكتوب عليه بارك، فتحولت للبارك اهو. وهنا برضو هنشوف برضو البي نفس المكان. دلوقتي ايه ممكن نطفي المحرك ونطفيه من هنا. الشاشة بتفضل منورة ولو مشغل الراديو بيفضل شغال لغاية اول ما بنفتح الباب بيقفل، وبعدين بيديك هنا العلامة ان الباب مفتوح.